الأول حكم تارك الصلاة كما نقول احنا واحد ما يصليش، نعم واش اسكو صيامه نعم باطل ولا صيامه صحيح؟ جائز؟ صيامه صحيح، جائز أو صيامه صحيح طالما هو مسلم فصيامه صحيح، وكان قال ما هوش يصلي حتى وإن كان لا يصلي صيامه صحيح. أخوي يصوم ولا يصلي، هل يتقبل صيامه أو ما يتقبل صيامه؟ والله يا أخي المسلم يعلم أن الصلاة من أهم أركان السبع التوحيد. الصوم أوجبه الله في العام مرة، شهر رمضان. الزكاة في العام مرة، الحج في العمر مرة، أما الصلاة لا، أوجبها الله علينا في اليوم والليلة 5 مرات، يصليها المسافر كما يصليها المقيم، ويصليها المريض كما يصليها الصحيح، ويصليها الخائف كما يصليها الآمن. أمر الصلاة العظيم هي مترجمة لحقيقة الإيمان، هي ولهذا سبق النبي والصلاة برهان والصلاة ضياء، فهي ضياء تدل على ما في القلب من إيمان وعمل صالح، فلا ينبغي منا التساهل بها. وأخشى ممن يصوم ولا يصلي أبدا، أخشى والله عليه أن يرد عليه صومه، أخشى عليه أن يرد عليه صومه. النبي قال في الجمعة من تركها تهاونا بها فلا جمع الله شمله، ألا فلا صلاة له، ألا فلا زكاة له، ألا فلا صوم له، ألا فلا حج في ترك الصلاة. فإذا يا أخي كان على الرجل يصوم رمضان ولا يصلي فجرا ولا ظهرا ولا عصرا ولا مغربا ولا عشاء، هذا ليس بمؤمن، لأن هذا قد يشك في أصل إسلامه. يعني ترك الصلاة بلا عذر قد يكون عياذا بالله مؤشر إلى شك في دينه، وأن هذا الإنسان ليس مسلم، لم يلتزم الإسلام حقيقة. ما يمكن يلتزم الإسلام حقا إلا من يصلي. الصلاة أمرها ليس بالسهل، نسأل نعوذ بالله من حال السوء. فانصح أخاك وجهه وخوف من الله وقل له عدم صلاتك يوشك أن يرد عليك صومك ولا يقيمك عملك. أحسن الله. إذا كان المنافقون يصلون يا أخ وسيم، أنت فرصتك لما واحد يسلك يصوم وما يصلي، فرصتك أنت تقول له لا كيف إيش تصوم؟ إذا ما تصلي لماذا تصوم؟ أليس الصيام قد أمر الله به؟ الصلاة أوجب من الصيام، ما تقول صيامك صحيح وتهون عليه الأمر ثم تأتي بكلام فرعي صحيح أن ترك الصلاة يعني ذنب عظيم. لا، ما فرصتك الآن وأنت إنسان إعلامي أن تقول لماذا يترك الصلاة وإلى متى يترك الصلاة؟ هل يؤمن بأن الله سيحاسبه على ترك الصلاة؟ هل يؤمن بأن أول ما يحاسب مر من أعماله الصلاة؟ كيف لا يصلي؟ وقد قال الله عز وجل عن المنافقين، منافقون يصلون، قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ويذكر الله قليلا. كيف أنت مسلم 20-30 سنة ما تصلي؟ ما الذي حملك إلى ترك الصلاة؟ كسلان رياضي، كسلان عن الصلاة، تصوم كسلان عن الصلاة، إلى متى كسلان؟ لو كان عندك إيمان بأن الصلاة واجبة ركن من أركان الإسلام بل هي عمود الإسلام لقمت وصليت. هؤلاء العلماء يأخذون بأيدي الناس إلى طاعة الله، يحملون على طاعة الله.